عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الكرام، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كنتمنى يلقاكم بصحة وعافية وأحوال تامة. وكما عودتكم دائما مع آخر الأخبار وآخر المستجدات، ففي هذا الفيديو غادي نشوفوا واحد النكسة، غادي نشوفوا واحد الروينة في الجزائر بسبب تطبيع ليبيا مع إسرائيل. فسبحان الله، دولة جارة الجزائر هذه مدة تقريبا 5 سنوات وهي كتخدم وهي كتجري باش تعزل المغرب، وهذا الشيء خلى الابواق ديالها وخلى الشعب ديالها كيتكلموا ان الجزائر فعلا عزلت المغرب، وكيقولوا بلي المغرب في عزله. لله الحمد، المغرب عمره ما تعزل، ولكن النظام العسكري الجزائري هو اللي راه في عزله داخل المحيط ديالو الجغرافي وكذلك داخل الدوله ديالو. فمجموعه من المواطنين اليوم انقلبوا، اليوم عاقبوا شنقريحه، عاقبوا عبد المجيد بلي، عاقبوا الاكاذيب ديالهم، خصوصا بعد الانتكاسه ديال البريكس. هذا النظام الغبي، هذا النظام الاحمق، النظام ديال العجزه، اليوم فعلا زادت عليه النكسات، سواء الدبلوماسيه مخابراتيه. هذا المازق اللي كيتعلق بالعلاقات الاسرائيليه العربيه. فاليوم وزاره الخارجيه الاسرائيليه اعلنتها بشكل رسمي. فنجلاء المنقوش هي وزيره خارجيه ليبيا، خرجت واكدت انه فعلا كان واحد الاجتماع في روما مع وزير الخارجيه ديال اسرائيل. فغادي تشوفوا معايا الاخوان المقطع اللي تم الاعلان الرسمي للاجتماع اللي كان ما بين إلي كوهين وزير خارجية إسرائيل ونجلاء المنقوش وزيرة خارجية ليبيا. نخليكم مع المقطع ونتلاقوا من بعد. أعلنت الخارجية الإسرائيلية أن وزيرها إلي كوهين التقى وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في روما الأسبوع الماضي. قال كوهين إن اللقاء الذي وصفه بالتاريخي بحث إمكانية التعاون بين البلدين ويعتبر خطوة مهمة لبناء العلاقات، وأضاف أن إسرائيل تمنح أولوية وأهمية هائلة للعلاقات مع ليبيا. نذهب إلى القدس ومعنا من هناك مدير مكتب العربية في فلسطين زياد حلبي. زياد، مرحبا بك معنا في هذه النشرة الإخبارية. هل من تفاصيل أخرى تكشفت إزاء اللقاء بين وزير الخارجية الإسرائيلي ونظيرته ليبيا؟ هذا اللقاء جرى بترتيب من وزير الخارجية الإيطالي في روما الأسبوع الماضي عند زيارة وزير الخارجية. كان هناك مؤتمر في روما لوزراء الخارجية أساسا، وبالتالي هذا اللقاء تم. طبعا اللافت هو الإعلان عن مثل هذا اللقاء السري، وقد يبدو الأمر وسط مراقبين منطقيا، لأن عمليا حكومة نتنياهو تعاني من شح في اللقاءات بين المسؤولين الإسرائيليين ومسؤولين من دول عربية أو حتى من الولايات المتحدة، لذا جرى ربما الإعلان عن هذا اللقاء. على فكرة هناك حدث لقاءان مع شخصيات ليبية منذ العام 2021، واحد في عمان وواحد في تل أبيب. طيب زياد، هل تأخرت الخارجية الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية في هكذا إعلان، علما بأنه من مصلحة إسرائيل ترويج لمثل هكذا لقاءات دبلوماسية؟ هناك على ما يبدو مسعى للترويج لمثل هذه اللقاءات الدبلوماسية كما قلت، لأن ثمة أزمة لدى الحكومة الراهنة، لأنها ترتسم كحكومة متشددة أو متطرفة في الإقليم ودوليا. أيضا مثل هذه اللقاءات كانت تجري في السنوات والعقود الماضية بدون أن يعرف عنها أحد حتى تكتمل الأمور أو تنضج إلى نوع من الاتفاق. أعطيك مثلا، حتى وزير الخارجية الإماراتي كان موجودا في روما، اختار أن يلتقي زعيم المعارضة الإسرائيلية بدلا أن يلتقي المسؤولين من حكومة نتنياهو. زياد، لماذا تمنح إسرائيل أولوية وأهمية هائلة للعلاقات مع ليبيا كما وصفها وزير الخارجية؟ طبعا هذا التوصيف والتوصيف بالتاريخي وبأنها تتطلع إلى ذلك بأهمية كبرى. أولا لأن طبعا ليبيا هناك إمكانية لتطوير مصالح اقتصادية، بالإضافة هي أكبر دولة شاطئ المتوسط في العالم، بالإضافة إلى قضية الجالية الليبية اليهودية الليبية من أصول ليبية المقصود الموجودة في إسرائيل. معظم يهود ليبيا كانوا هاجروا في العقود الماضية لإسرائيل، ينظر إلى هذا من هذا المنظور، بالإضافة إلى تراجع
التراكم الذي تريده إسرائيل في قضية إقامة علاقات دبلوماسية مع دول عربية وإسلامية. شكرا جزيلا لك من القدس مدير مكتب العربية في فلسطين زياد حلبي. كنا تابعنا الموقف من الجانب الإسرائيلي، الآن الموقف من الجانب الليبي. فمعي من العاصمة الليبية طرابلس منير الأشهب مراسل عربية. منير، يبدو أنه ليس جاهزا معنا حتى هذه الساعة، سنحاول قبل الاستكمال في ملف النيجر. أعود إلى اللقاء بين وزير الخارجية الإسرائيلي ونظيرته الليبية. معنا من طرابلس منير الأشهب مراسل العربية. منير، مرحبا بك معنا في هذه النشرة. هل من موقف تعقيب أو رد فعل رسمي إزاء الأنباء التي وافدتها الخارجية الإسرائيلية حول اللقاء الذي جمع وزير الخارجية بنظيرته الليبية نجلاء المنقوش؟ أهلا بك. في الحقيقة لم يصدر أي بيانات رسمية هنا في طرابلس حول هذا اللقاء، سواء بالتأكيد أو النفي أو حتى التوضيح. حاولنا التواصل مع مكتب الإعلام بوزارة الخارجية، الجميع لا يجيب، مسؤولين حكوميين لا يجيبون، فقط بعض المسؤولين كانوا يجيبون بعدم دراية بهذا الموضوع ولا يعلمون أي شيء. الأمر هنا معتم، خصوصا أن مثل هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات تلقى رفضا شعبيا داخل طرابلس هنا وداخل كل ليبيا. يعني جميع الهواتف التي اعتدنا التواصل معها في مثل هذه الظروف للحصول على بيانات رسمية أو توضيح كانت قد أغلقت بعد انتشار هذا الخبر. نحن في انتظار يعني رد رسمي سواء من وزارة الخارجية أو حتى من إعلام حكومة الوحدة الوطنية هنا في طرابلس أو حتى أي جهة رسمية ممكن أن تتبنى، سواء بأن يعني تنفي هذا الأمر أو تؤكد على اللقاء أو توضح ما جرى. منير، رغم الرفض الشعبي كما تقول، لكن على صعيد دبلوماسي رسمي كان هناك تحركات، محاولات لجس النبض من قبل أمريكا كوساطة نوعا ما بين حكومة دبيبة وأيضا الإسرائيل. هل كان في ترشيحات في السابق ربما سبقت هذا اللقاء رسميا نتحدث؟ نعم، رسميا كانت حكومة دبيبة في مرات ماضية كانت قد نفى على مكتب رئيس الحكومة هنا في طرابلس عبد الحميد دبيبة لقاءه بأي مسؤول إسرائيلي في سواء في عمان أو خارجها. كان قد يعني شدد على أنه لن يلتقي بأي مسؤول إسرائيلي خصوصا في الفترة الماضية. أما في هذه المرة لم نتحصل على إجابات ولم نتحصل حتى على توضيحات رسمية من يعني الوزارة الخارجية أو حتى الإعلام الرسمي لحكومة دبيبة. نعم. إذن إخواني أخواتي، كما سمعتوا لقاء رسمي وتم الإعلان عليه بشكل رسمي من طرف الوزارة الخارجية الإسرائيلية. أول حاجة تم الإعلان بشكل رسمي يعني بغير العادة، لأن في حل هذه المواقف كيكون يعني غير تسريبات، ما كيكونش الإعلان بشكل رسمي، ولكن هذه المرة أعلن بشكل رسمي، وهذا الشيء كيدل على أن ليبيا ما عندهاش مشكل أن الأمر يكون علانية. هذا الإعلان كيبين باللي وصلوا مراحل متطورة ومتقدمة من المفاوضات من أجل تطبيع رسمي. فبالنسبة للجزائر فانتكاسة مرة انتكاسة. أول حاجة غادي نتكلموا على إيطاليا. إيطاليا كتحسبها الجزائر الصديقة والحليفة الأقرب للجزائر. وهذا الاجتماع اللي كان في روما ما بين وزارة الخارجية الإسرائيلية ووزارة الخارجية الليبية كان بواسطة إيطاليا، وكانت سبقت الجزائر واتهمت الإمارات أنها تضغط على تونس من أجل التطبيع مع إسرائيل. فاليوم إخواني أخواتي، هل تتجرأ الجزائر أنها تتهم إيطاليا؟ أكيد ما يقدوش. الكارثة إخواني أخواتي، الكارثة للنظام العسكري الجزائري أنهم كيعتبروا هاد نجلاء المنقوش صديقة مقربة جدا للجزائر، وكانت الجزائر علنات بأنهم يقدروا يعولوا على نجلاء المنقوش أنها تحافظ لهم على مصالحهم في ليبيا، يعني كانوا معولين عليها، وفتالي كتجيهم الضربة من نجلاء المنقوش. دابا يا الإخوان غادي نشوفوا بعض المقاطع ديال شباب جزائري مواطن جزائري اللي صافي عقوب النظام العسكري الجزائري. فغادي نبارطاجي معكم واحد جوج ديال الشباب الجزائريين واللي عاقب النظام العسكري الجزائري. هاد الفيديوهات اللي صيفطوهم انتم لينا القناة، كنشكر الاخ اللي صيفطهم لينا باش نتشاركوهم كاملين، لاننا عائلة داخل وهدفنا واحد هو اننا ندافع على بلادنا. نخليكم مع المقاطع وما تنساوش لي لايك وتبارطاجيو هاد الفيديو. هذه وما كانش، شوفوا الجبيرة وين تتخلص. شوف هاي الجزائر الجديدة، قاعدين تهضروا الجزائر الجديدة، شوفوا ربكم، شوفوا قاعدين ساكتين مش عارف لا خايف. انا من اليوم ورايح من شاح نحبس، رايح انا نجيكم، ما تدونيش، انا راني راح نجيكم من شاح نسكت على باطله.
يا حقارين يا اللي مرخصين بشعبكم، يا اللي يقول لكم انتم ضعاف تردوه خاين، يا اللي يقول لكم انتم كانوا والو تقولوا له، يا اللي تكذبوا، يا اللي عايشين في الوهم، يا اللي وش نقول فيكم قعوة قليل، يا كذابين يا بائع الاوهام، يا الفاشلين داخليا وخارجيا، انتم كانوا والو انتم كين يا با، راه الفوكال برك راح لي نصححكم في الصوت. السلام عليكم بريكس. في الجزائر كل عام يديروا احصائيات تاع الطلاق والعنوسه، يلقاوها في تزايد كبير، كل عام قاعده تزيد على العام اللي فات. بصح ما يحكيلكش الحقيقه، ما يقولكش باللي السبه هي اللي الشهريه ولات ما تكفيش. الشهريه في الجزائر ما ولات شهريه، ولات بقشيش، الشهريه ولات اسبوعيه. ما يقولكش السبه في السكنات الاجتماعيه اللي ما كانش، باللي الناس ما قدرتش على المسؤوليه هذه، باللي المسؤوليه هذه راهي صعيبه. خليتي الشعب يعاني وحده في بالمسؤوليه بشهريه تاع 2 ملايين و3 ملايين و4 ملايين. على ما تهضروش الحقيقه للشعب، هضر له الحقيقه. على ما تقولوش باللي الشباب كاع راهي في البطاله والتهميش، لا خدمه لا صدمه. على ما تحكيوش الحقيقه هذه للشعب. وتحيا بري.